الثامنة بتوقيت بغداد، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. جبهة لبنان تعيش توتراً أقصى بعد أكبر خرق استخباراتي. حصيلة تفجيري أجهزة الاتصال ترتفع، ونيويورك تايمز تكشف الكواليس. الشركة المصنعة واجهة للاستخبارات الإسرائيلية. تفجيرات بيروت تسمع أصداؤها في بغداد وتثير التساؤلات. خبراء الاتصالات يحذرون من استيراد أجهزة مجهولة المصدر، وباعة الهوكي توكي يتحدثون عن ترددات للدولة تحدد في الأسواق. العفو العام يراوح بين مساومات الكتل وسجلات المشرعين. إعادة تعريف الانتماء للإرهاب ومراجعة الأحكام التعسفية هي أبرز التعديلات، ومطالبات شعبية بإنصاف ضحايا المخبر السري والاعترافات القسرية. في الذكرى الرابعة لاختطافه، والدة سجاد العراقي تنصب خيمة اعتصام أمام مبنى محافظة ذقار للمطالبة بكشف مصيره، وناشطون يلوحون الاحتجاج قد يصبح نواة لتظاهرات عارمة. تفاصيل الأنباء بعد قليل. نبدأ من الأحداث في لبنان، حيث قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن حصيلة الوفيات جراء تفجيري أجهزة الاتصال يومي الثلاثاء والأربعاء بلغت 37 شخصا، مبينا أن الإصابات في الانفجار الثاني كانت أكثر خطورة. أول شيء بخصوص الشهداء، الرقم هو لازل 12 شهيد اللي نحن ذكرناهم قبل، هذا الرقم ما تغير. بخصوص الجرحى، رقم يعني التوتل اللي الإجمالي لعدد الجرحى اللي وصلوا على المستشفيات في ذلك اليوم هو 2323. نحن آخر رقم عند وزارة الصحة بخصوص الشهداء اللي سقطوا باعتداءات البارحة كانت 25 شهيد. نحن حتى الآن في عنا 25 شهيد. الرقم اللي كنا أصدرناه امبارح بالليل آخر واحد كان 20، نحن الرقم اللي هلأ عنا 25 شهيد. بما يتعلق بالجرحى اللي سقطوا امبارح، كان عنا نحن 608 جرحى، هذا كان العدد الإجمالي. وما إن بدأ الشارع اللبناني باستيعاب الصدمة الأولى عقب موجة تفجيرات أجهزة البيجرز المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، حتى باغته تفجير آخر لأجهزة اتصال لاسلكي نوع آيكوم هذه المرة. وتقول الشركة المصنعة إنها توقفت عن تصنيعه منذ 10 سنوات. فنتابع هذا التقرير. على وقع تطورات متسارعة تعيش جبهة لبنان توتراً أقصى عقب موجة تفجيرات ثانية استهدفت أجهزة اتصال لاسلكية من نوع آيكوم هذه المرة. وبينما لم يستوعب الشارع اللبناني بعد هول الهجوم الأول بتفجير أجهزة البيجرز التي يستخدمها عناصر حزب الله، جاء الهجوم الثاني مباغثا ليرفع حصيلة المستهدفين إلى عشرات الوفيات وآلاف الجرحى في موجتي تفجيرات هما الأكبر من نوعهما منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان بعد 7 أكتوبر الماضي. وفي أول رد فعل للشركة المصنعة لأجهزة آيكوم، قالت الشركة اليابانية إنها لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت قد شحنت منتجاً مرتبطاً بالانفجارات التي وقعت في لبنان، معلنة في مفاجأة مدوية أنها أوقفت مبيعات الجهاز المذكور منذ نحو 10 سنوات. لدي صورة للجهاز الذي انفجر مطبوعة باللونين الأبيض والأسود، يجب أن يكون ملصق الهولوغرام هنا، وحقيقة أن الملصق غير موجود هنا تعني أننا لا نستطيع تحديد ما إذا كان الجهاز أصلياً أم لا. بالتوازي، خيوط أكثر بدأت تتكشف مرتبطة بالتفجيرات الأولى. فصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن شركة BAC المجرية والتي ارتبط اسمها بتفجير أجهزة البيجرز في لبنان ما هي إلا جزء من واجهة إسرائيلية.
وتكشف ثلاثة مصادر استخباراتية وصفتها نيويورك تايمز بالمطلعة أن المصنع الحقيقي لهذه الأجهزة هي الاستخبارات الإسرائيلية، أن العميل الأهم لهذه الشركة كان حزب الله، إذ أنتجت للجماعة خصيصاً أجهزة بيجرز تحتوي على بطاريات مخلوطة بمادة بنت المتفجرة. في المحصلة فإن عمليتي التفجير بدتا وكأنهما قد دفعتا حزب الله إلى حالة من الفوضى. أعلن الحزب على إثرهما أن الواقعة شكلت أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة. وفي خضم التصعيد النوعي للحرب في المنطقة المثخنة أصلاً بالصراعات، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الجمعة بعد طلب من الدول العربية التي لطالما كانت غير بعيدة عن التصعيد في المنطقة، منطقة يبدو أن إسرائيل تدفع بها إلى هوية حرب إقليمية شاملة لن تكون في مصلحة أحد إن اندلعت. ومن بيروت مباشرة ينضم إلينا الآن السيد علي الأمين، رئيس تحرير موقع الجنوبية الإخباري. أستاذ علي أهلا بك. إذن استهدافان طالا بيروت في يومين كارثيين على لبنان، هل تتوقع ربما هناك المزيد من الهجمات أم أنها انتهت هذه المرحلة؟ تحياتي لكم للمشاهدين الكرام. بالتأكيد الجانب الإسرائيلي تحدث عن مرحلة أولى نفذها، مرحلة ثانية لا نعرف إذا كان هناك مرحلة ثالثة، ولكن يوحي ذلك بأنه هناك عدة مراحل. الأرجح أن هناك عمليات أخرى سنشهد تنفيذها، لكن لطالما يعني تبقى التساؤلات في حول كيف يمكن أن تتم هذه العمليات وما يمكن أن يستهدف الإسرائيليون. بالتأكيد هناك طابع المفاجأة والمباغة الذي يبدو أن إسرائيل تصر على استخدامه في هذه المواجهة. ففي حين يجري الحديث مثلا عن توغل بري في لبنان أو احتلال مناطق في لبنان، فيتم تنفيذ عمليات لها طابع أمني تكنولوجي وتؤدي إلى لا تبدو حتى الحرب البرية يمكن أن توفره، يعني بمعنى أن يتم إصابة نحو 4000 عنصر وعنصر ويعني وقيادي وسطي وربما قيادات في حزب الله في لحظة واحدة. فهذا أمر يرجح أن إسرائيل ربما تذهب في هذا السياق بعيدا وتستخدم أمور قد تؤدي إلى الإضرار بحزب الله، ومن دون أن يكون هناك كلفة عالية إذا صح التعبير لإسرائيل ولا كلفة الهجوم البري. يعني طيب أستاذ الأمين، يعني بما أنه هناك عنصر المباغتة وعنصر المفاجأة في أي لحظة ضد لبنان، في المقابل لبنان هل متأهب لهذه المفاجآت؟ هل هناك خطوات احترازية تقوم بها الحكومة اللبنانية؟ يعني أولا خلينا نقول الحكومة اللبنانية هي خارج الطاقة كما يقال. هناك سؤال موجه إلى حزب الله الذي هو يدير الأمور، وحتى الحكومة هو الذي يديرها. لكن نحن نعرف أولا ظروف الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بمجمل، يعني لا أعتقد أن هناك مستوى من الاستعدادات لأي تطور كبير على مستوى المواجهة يمكن أن تكون الحكومة اللبنانية مستعدة له. لكن السؤال الذي كما قلت يطرح أمام بوجه حزب الله، طيب. يعني حزب الله الذي قدم نفسه ولا يزال على أنه قوة عسكرية أمنية، وأيضا يعني كل هذه البث الإعلامي والإعلان الذي كان يقدم به حزب الله تعرض لمثل هذه العملية اللي هي فضيحة أكثر مما هي يمكن وصفها بالخرق الأمني، لأنه يعني كما أشرت في التقارير السابقة يعني أن تأتي الصفقة في نهاية الأمر، عقدت الصفقة بين إسرائيل وحزب الله، يعني هل يعقل يعني أن يقع حزب الله في هذا الفخ الغريب العجيب والذي لا يكاد يصدق بأنه في نهاية الأمر الصفقة تعقد بين إسرائيل وحزب الله عمليا، يعني حتى ما في ليس هناك من شركة وسيطة، يعني فبالتالي المخابرات الإسرائيلية صنعت هذا الجهاز وقدمته لحزب الله ولم يأخذ أي إجراء حزب الله. يعني هذا الجهاز، لو أننا في دولة لبنانية حقيقية، هذا الجهاز يمر على الجمارك اللبنانية، يرسل إلى وزارة الدفاع، يراقب هذه الإجراءات الروتينية.
يعني. وهذا يدلل أيضا أنه حتى غياب الدولة أغر بحزب الله الذي هو استثمر في هذا في مسألة غياب الدولة. فبالتالي الإشكالية مطروحة أمام حزب الله. طيب. بمعنى أنه مدى استفاده لمثل هذه المواجهة نحن لا ندري إذا كل هذا التطور اللي حصل، فضلا أنه في اليوم الأول حصلت عملية استهدفت الفيجر، في اليوم الثاني الأجهزة اللاسلكية، هل يعقل أنه هذا الجهاز الأمني الذي يدير حزب الله لم يدرك أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون عرضة أيضا لم يقم بأي احتياطات في هذا الأمر؟ يعني كل ما يجري ويبدو يا أما أنه فيها شاشة هائلة نحن لا نعرفها ما عند حزب الله على المستوى الأمني، يا أنه في تآمر حقيقي من داخل الحزب وليس من خارجه. طيب على سادة الأمين، يعني في هذه الحالة في كل خطة عسكرية بكل استهداف مخطط له يكون عامل الاتصال اللاسلكي وغيره هو عامل مهم لتنفيذ أي خطة عسكرية أو خطة من أي نوع يعني ضد العدو. هنا نسأل إذن حزب الله، يعني ما الذي يفعله بفقدان عامل الاتصال؟ كيف تسير العملية العسكرية بدون تواصل؟ يعني أنا شخصيا لست أدري، يعني لا أدري كيف يمكن أن يكون التواصل، هل عدنا إلى الحمام الزاجل أو إلى الاتصال الشخصي؟ هل لديه يعني نمط ما من التقنية ما لا نعرفها في هذا السياق؟ نتمنى أن يكون لديه هذا الأمر، ولكن دائما في سؤال أنه أي تقنية، وهي مع الأسف المفارقة الهائلة نحن في مجتمعاتنا وفي دولنا يعني نكتشف إلى أي مدى أنه حتى هذا الجهاز الصغير اللي هو الفيجر واللي هو ليس يمكن صناعة أو الآيكوم اللي صناعة تبدو متخلفة أصبحت اليوم، أنه حتى هذه الأجهزة لا نستطيع نحن في بلد مثل إيران مثلا لا تستطيع أن تصنع مثل هذه الأجهزة، لم تصل تقنيات إيران أو تطورها إلى مستوى أن تصنع مثل هذه الأجهزة. يعني هذه يعني وهذا بالتالي يرتبط أيضا في السياسة وفي العسكر وفي الأمن، على ماذا نقف نحن إذا كان عمليا يعني كل ما نستخدمه هي صناعة عدونا، كل ما نستخدمه نحن ونستثمره نعم في هي شركة، يعني أستاذ الأمين هي شركة الآيكوم اليوم ذكرت من خلال شركة في تقاريرنا أنه هي لم يعني تبيع هذه الصفقات لهذا النوع من الجهاز منذ 10 سنوات، هذه مفارقة ماشي. نعم الحال أنا لا أقول، أنا أتحدث عن هذه الفكرة بشكل رمزي يعني رمزية، مسألة التفوق ومصر يجب أن يكون مستند إلى وقائع حقيقية ليس فقط شعارات وإيديولوجيا وخطابات وتخمة إيديولوجية لدينا وخواء تكنولوجي. يعني نحن لا يعني ليس لدينا أي شيء نحن نصنعه في هذا الأمر، بالتأكيد ليست الشركة هي ما صنعته، ولكن أيضا يجب أن يعني نعترف أن إسرائيل متفوقة تقنيا بشكل هائل، وهذا سؤال التفوق مش سؤال عفوي، هذا سؤال تحدي أمام مجتمعاتنا، وهذا يطرح التساؤل كيف يمكن أن تواجه العدو. هي ليست مسألة صواريخ وسلاح وكذا، هذا البعد بعد أساسي في المواجهة وفي الصراع نغيبه دائما عن في مسار صراعنا مع العدو الإسرائيلي. يعني هل هناك مشاكل في شبكات الاتصال في لبنان؟ يعني سمعنا بأنه شخص يريد أن يتصل بشخص آخر فيجيب عليه شخص غريب يعني لم يكن هو المتصل به، ما أسباب هذه المشاكل وهل فعلا وقعت في لبنان؟ هذا أمر منذ أشهر ليس جديدا، إسرائيل تدخل إلى الشبكة اللبنانية وتتصل من أرقام لبنانية بأشخاص داخل لبنان، يعني اختراق الشبكة سواء الهاتف الأرضي أو الهاتف الأرضي أو الهاتف الفلوي أو يعني كل هذه الأجهزة فضلا عن أجهزة أخرى يعني أشكال أخرى من الاتصالات شبكة الإنترنت ما إلى ذلك، في 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 اختراقات عديدة وحصل كثير من الأحداث في هذا السياق، بل ليس الأمر كذلك، حتى حزب الله لديه شبكة اتصالات خاصة يعني أرضية سلكية، حتى هذه الشبكة التي كان يفتخر حزب الله أنا يعتبرها إنجاز مهم على مستوى اتصالات وعصر المواجهة مع العدو، حتى هذه الشبكة استطاع العدو اختراقها، فبالتالي ليس هناك مكان آمن في شبكة الاتصالات المعروفة نعرفها نحن، يمكن أن يكون هناك شبكات لا نعرفها لكن ما هو معروف
كله مفترق يعني، وهذا أظهرت الوقائع في السبع أشهر الماضية كثير من الأحداث التي كشفت عن هذه الخروقات الفاضحة. في ظل الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية، مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا الجمعة بطلب من الدول العربية، برأيك إلى ماذا سيفضي هذا الاجتماع؟ يمكن يعني هلأ سيجري الحديث عن هذا الأمر، أنه كيف استخدمت إسرائيل يعني وسائل الاتصال وحولتها إلى أدوات تفجير. لكن إذا كنا ننظر واقعيا، حتى لا نقول يعني لا نعطي للعدو مبرر، هي جريمة بكل الأحوال، لكن المفارقة أيضا تكمن في أنه كل هذه الاستهدافات طالت عناصر من حزب الله. يعني 95% أعتقد لم يكن 100% عناصر من حزب الله وأفراد، ممكن بعض أفراد من عائلاته. بالتالي هذه العملية فيها يعني تخطيط هائل، بمعنى أنها لم تطال مدنيين. وبالتالي هل في ظل الحرب القائمة بين حزب الله وإسرائيل، هل يمكن أن يعتبر ذلك عدوان على المدنيين؟ في نهاية الأمر هؤلاء إما مقاتلين إما يشاركون بشكل ما بالصراع. لا أدري كيف يمكن، وخاصة أن حزب الله يصر اليوم مثلا في خطابه على أنه يريد أن يستمر بالحرب. إسرائيل تعتبر نفسها اليوم هون المفارقة، تدافع عن نفسها أن حزب الله هو الذي هاجم أرضها، وبالتالي هي في موقع الدفاع وليست في موقع الهجوم، خاصة أن حزب الله يصر على أنه لا يريد أن يوقف هذه المواجهة، وهذا يعطي ذريعة دولية لإسرائيل لأن تقول أنه أنا في موقع الدفاع عن نفس، فليوقف حزب الله الحرب، أنا يعني ألتزم. ذلك لا أدري ما يمكن أن يحققه. يمكن في جانب أساسي يتعلق بأوروبا وبالعالم، أنه أن تتحول هذه الأجهزة لعنصر خطر وبالتالي له تأثير هذا في عالميا، لابد برأيي ربما يكون في إدانة لهذا، لكن ليس له علاقة بالمواجهة بين حزب الله وإسرائيل، هو علاقة بأن إسرائيل تدخل في مجال خطر، وهذا يمكن أن يؤثر يعني على الأمن عالميا ويؤثر على كثير من القضايا على المستوى العالمي. الأستاذ علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية الإخباري، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا. وبعد حوادث تفجير الأجهزة اللاسلكية في بيروت، بدأ القلق يساور العراقيين من إمكانية تكرار السيناريو ذاته في بغداد. خبراء الأجهزة اللاسلكية والاتصالات استبعدوا القصة، لكنهم كشفوا عن مخاوفهم من التلاعب بترددات أجهزة الاتصالات اللاسلكية الأمنية لكون معظمها يتم برمجته في الأسواق المحلية. تقرير حيدر البدري. انفجار أجهزة البيجر والاتصال اللاسلكي في بيروت أثار تساؤلات في بغداد عن مدى أمان مثل هذه الأجهزة المستخدمة على نطاق واسع في المغلاة والمستشفيات والمطاعم ومختلف القطاعات المدنية فضلا عن الأمنية. التعامل بهذه الأجهزة يستوجب إصدار رخصة أمنية معقدة الإجراءات مع قرارات حكومية صارمة على المستورد منها وكيفية تصريفه في السوق المحلية، ومع ذلك يتم العمل كثيرا بهذه الأجهزة بعيدا عن إجراءات الرقابة الأمنية. المثير ما كشف عنه أحد تجار المجازين، إذ أكد أن القوات الأمنية تقوم ببرمجة أجهزة اللاسلك الخاصة بها في الأسواق المحلية، ما يعرضها لخطر الاختراق بعد معرفة ترددات أجهزتها من قبل مدنيين بعيدين عن السلك الأمني. هي الدولة قاعدة تجيب تردداتها تبرمجوها هنا، ما يصير، هي لازم خاصة قبل شهر ما تدخل، يعني قبل ماكو ترددات خاصة، لازم إلا بالمعسكرات الوحدات الهاي لازم كلها تردد. هسه الوحدات كلها قاعدة تطلع، يجيب هنا أي تردد يجيب واحد يحوله على واحد. خبراء الاتصالات والهواتف الخليوية يؤكدون أنه من الصعب جدا انفجار بطاريات الهواتف إلا باختراق عن طريق الرسائل النصية أو الملفات المرسلة في برامج التواصل الاجتماعي، والتي يمكن تجنبها عبر زيادة إجراءات أمان الهاتف الشخصي. أما أجهزة الاتصال اللاسلكي فإن تفجيرها يستوجب برمجة مسبقة للأجهزة، ولا يمكن تفجيرها عبر قرصنة تردداتها.
أكيد، لكن مسبقاً بالوقت الحالي مثلاً أنت تقدر تستخدم الهوكي توكي إذا كان فترة طويلة هو مؤمن بشكل طبيعي تقدر تستخدمه، لكن يتنصتون عليك يعرفون مكان مصدر شرائك أو مكان تجمع هذا الجهاز، من بعدها يقدر يخترق هذا الجهاز عن طريق اختراق يدوي، من بعدها يقدر يتحكم بالبطارية مالته يسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية أو نفاذها أو شحنها بشكل سريع مما يسبب انفجارها. يعني يكون العملية مسبقة مو بالوقت الحالي. ويستبعد متخصصون إمكانية قرصنة الموبايل أو أجهزة الاتصالات اللاسلكية، لكنهم يحذرون من أي كميات مستوردة حديثا، فعلى الأجهزة الأمنية تتبع مصادر تصنيعها وتوريدها للبلاد خوفا من تفخيخها أو اختراقها قبل دخولها الأراضي العراقية. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. أخبار يو تي في مستمرة، وفيها بعد قليل العفو العام يراوح بين مساومات الكتل وسجالات المشرعين. رغم إنجاز القراءة الثانية لمسودة تعديل قانون العفو العام قبل أيام، ما يزال المشروع يراوح في البرلمان ما بين مساومات الكتل وسجالات المشرعين، بينما تترقب آلاف الأسر قانوناً ينصف أبنائهم الذين غيبوا في السجون لسنوات طويلة بفعل وشاية المخبر السري والاعترافات القسرية. إلى تعديل قانون العفو العام تتجه عيون ذوي المعتقلين الأبرياء ممن زجت بهم وشايات كاذبة وتهم كيدية خلف القضبان، فيما يهدف التعديل إلى تصحيح تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية من أجل فتح باب إعادة المحاكمات للأبرياء. ما تزال أم حمزة ومعها عدد كبير من ذوي المعتقلين يتشبثون بأمل عودة أبنائهم القابعين في غياهب السجون، فأكثر من 3000 معتقل من صلاح الدين غيبتهم أسوار المعتقلات نتيجة وشايات المخبر السري الكاذب. بسبب المخبر السري أخذوهم، صار 12 سنة لهم، وجهالهم صارت المرة مرة وزلمة زلمة، يعني كل القوانين تنعد وتنقر ألا قانون العفو. ليش الأبرياء يأخذوهم مخبر السري؟ ليش ما يقرون قانون العفو ده تطلع على أبرياء على هالهم؟ ويعد إقرار تعديل قانون العفو العام بوابة لإعادة المحاكمات لكثير ممن تعرضوا للظلم وصدرت بحقهم أحكام تعسفية جراء التهم الكيدية والوشايات الكاذبة وانتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز، إذ باتت إعادة المحاكمات ضرورة لإنصاف المظلومين. مكافئ عاد والله ملوا تعبوا وخطية، طلعوهم عادين، يعني يومية مجلس النواب راح يسوي القانون راح يسوي القانون، ولما توصل للحلق يسوون عنهم. شنو خطيهم وشنو ذنبهم؟ يعني كافي عاد. وبحسب مصادر نيابية فإن مشروع تعديل قانون العفو العام لا يتضمن كثيرا من التفاصيل، لكنه يهدف إلى تصحيح التعريف بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب. أعضاء في مجلس النواب أكدوا أن اللجنة القانونية تدرس الآراء المقدمة من مختلف الجهات المختصة بشأن قانون العفو العام، وأشاروا في تصريح ليو تي في إلى أن المشروع لا يشمل الإرهابيين والملطخ أيديهم بدماء العراقيين بل الأبرياء من السجناء. أيام الجاية راح نجتمع وناخذ بآراء اللجان المختصة، النواب، الجهات المعنية، القضاة، يعني بيتوسع لأن هذا قانون كلش حساس وقانون كلش مهم، أكيد يعني ما نعرضه للتصويت على ما تكون القانون رصين، قانون يخدم شريحة كبيرة من المسجونين. الآن يناقش في من هو اللي مشمول بقانون 4 إرهاب، من هو الإرهابي؟ يعني الإنسان اللي اشترك في قتل العراقيين، اللي انضم إلى تنظيمات داعش، اللي ساهم بعملية القتل، فهذا أكو مصطلحات بالتعريف البعض تحفظ على بعض كلماتها، لكن إحنا بالإجمال إحنا المجرمين والإرهابيين والدواعش وخاصة عرب الجنسية غير مشمولين بقانون العفو.
عن قانون العفو العام، ما هي أبرز المقترحات والتعديلات التي يدرس المشرعون إضافتها على مسودة المشروع؟ دعونا نتابع هذا العرض الإخباري. أمام دموع أمهات يناشدن عودة أبنائهن الذين تم زجهم في غياهب السجون بوشاية مخبرين سريين واعترافات قسرية دمرت مستقبلهم بغير حق. لا يزال تعديل قانون العفو العام يراوح في الأوساط السياسية بين مساومات الكتل وسجالات المشرعين. وفي وقت أكد نواب ليو تي في أهمية القانون بالنسبة للشعب العراقي، وأشاروا إلى تواصل العمل على دراسة جميع المقترحات والملاحظات المقدمة من الجهات المختصة في مختلف المجالات للوصول إلى نسخة رصينة من المشروع يمكن أن تحقق العدالة وتنصف المظلومين في السجون منذ سنوات طويلة. ووفقا لنواب أيضا، فإن التعديلات التي يجري الحديث عنها في أروقة بيت التشريع تتعلق بإعادة تعريف معنى الانتماء إلى الإرهاب ومراجعة الأحكام التعسفية الصادرة وفقا لوشاية المخبر السري إلى جانب الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. التعديلات السابقة يضاف إليها مقترحات جديدة قدمها نواب لتوسيع المسودة، وقالوا أنها تمنح القانون جوانب إيجابية، لأن إطلاق سراح جميع الأبرياء من شأنه تقليل المصاريف والتكاليف المالية التي توفرها الدولة للسجناء. كما تضمنت المقترحات إدخال قسم من المدانين بتعاطي المخدرات إلى مصحات متخصصة أو قضاء المحكومية في منازلهم بدلا من السجون. أما خبراء القانون قالوا أن الإسراع في إقرار قانون العفو العام ضرورة ملحة لعوامل وأسباب عدة، فهو ينصف فئات كبيرة من الأبرياء في السجون ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي ويزيد ثقة المواطن بالحكومة، وكذلك ينقذ شريحة واسعة ممن يقبعون داخل السجون لأسباب بعضها قد تكون قاهرة وخارجة عن إرادتهم. بعد 4 سنوات من اليأس ومصير مجهول، لجأت أم المغيب سجاد العراقي إلى الاعتصام أمام مبنى محافظة ذقار للمطالبة بمعرفة مصير ابنها ومحاسبة خاطفيه، فيما يؤكد ناشطون أن خيمة الاعتصام قد تصبح نواة لتظاهرات عارمة. بعد 4 سنوات مغلفة باليأس من معرفة مصير ابنها، تعتصم أم سجاد العراقي ورفاقه في الاحتجاج أمام مبنى الإدارة المحلية في ذقار. وبلسان حالها تستغرب أم سجاد من عدم قدرة الحكومة رغم التعهدات بتحقيق مطالبها المتلخصة بإلقاء القبض على المدانين باختطافه ومعرفة مصيره إن كان حيا أو ميتا. إلى متى؟ 4 سنوات وما يعرفون أجهزة أمنية وقضائية ودولة كبرها ما يقدرون يلقون القبض على خاطفين. أسماء الخاطفين والمتورطين بالخطف أنا كتبت هنا ببرقة. خيمة الاعتصام لن ترفع حتى تحقيق المطالب، وربما ستكون منصة لانطلاق اعتصام أكبر في ساحة الحبوبي، هكذا يلوح زملاء سجاد والناشطون في حراك الناصرية. أجينا نصب الخيمة، اجونا طلعونا من الديوان منا قالوا عندنا امر نشيل الخيمه. خوش تلاحقونا بعدين الولد، يعني عندهم امر على الخيمه بس امر ما يصدر على المتهمين. هاي صاير لهم 4 سنوات يفترون براحتهم، رايحين لاهلهم راجعين لايران كلش طبيعي، ماكو امر ما يقدرون بس على الفقير قادرين. خوش هاي تكسر الخاطر 4 سنوات، يعني هسه وصلت المرحله تقول اريد قبر الى قبر، يعني قبر تريد تزوره هاي هي. وكان القضاء العراقي قد أصدر حكما غيابيا في آذار من العام الماضي بحق مدانين اثنين بتهمة خطف الناشط سجاد العراقي، لكن المدانين ما زالا طليقين ويعتقد أنهما هربا إلى إحدى دول الجوار. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. بخصوص قانون العفو العام ينضم إلينا الآن الدكتور مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور الجنابي أهلا بك. إذن قانون العفو العام ما زال يراوح بين مساومات الكتل وسجالات المشرعين، لكن ما العقبات التي ما تزال تعرقل تمرير هذا القانون؟ السلام عليكم، تحياتي لكم الأستاذ المشاهدين.
حقيقة واقع القوانين كما اتضح خلال الجلسات الماضية بأنه أصبح مرتبطا بطبيعة المحاصصة السياسية. هذه المحاصصة السياسية التي تأسست عليها العملية السياسية منذ عام 2008 ورقة الاتفاق السياسي هي يعني فرضت نفسها وألقت ظلالها بشكل مباشر حتى على طبيعة إقرار القوانين. من الممكن تقبل أن تكون تشكيل الحكومات وطبيعة المناصب الوزارية بناء على الأحزاب الفائزة وهذا جزء من السياق الانتخابي، ولكن أن تتأثر القوانين والتشريعات بناء على طبيعة الأمزجة السياسية وطبيعة المحاصصة السياسية، يقدم قانون قبل كتلة سياسية ولا يتم التصويت عليه إلا بالتصويت على قانون أو قانونين من قبل طرف سياسي آخر، أعتقد بأنه هذا هو الواقع التشريعي في الوقت الحاضر في طبيعة التشكيلة السياسية الحالية. هذا هو طبيعة الواقع التشريعي، وربما يعني للأسف كان قانون العفو العام الذي تعهد به السيد محمد شيع السوداني وأدرجه ضمن ورقة المنهاج الوزاري أن يكون أسير بطبيعة المحاصصة السياسية أو المحاصصة التشريعية إن صح التعبير. نحن أمام محاصصة تشريعية حقيقية في طبيعة إقرار القوانين، وهذه هي العقبة الأساسية أمام قانون العفو العام. يعني دكتور، التعديلات المقترحة على القانون هل تتضمن أو تضمن الإنصاف للسجناء الأبرياء، يعني تعريف الانتماء وربما إعادة حتى المحاكمات، أم يجب إعادة التحقيق بالقضايا المبنية على إفادات المخبر السري؟ يعني هذا صور بناء على تصريحات السادة النواب وما تم تداوله خلال الأسابيع الماضية حول مشروع قانون تعديل قانون العفو العام. أعتقد بأنه طبيعة هذه التأثيرات ربما تفرض أن لا يكون القانون منصفا لجميع الضحايا أو ممن هم تم إقصائهم أو تم اعتقالهم نتيجة المخبر السري. هنالك إصرار من قبل كتل سياسية، وتحديدا نتحدث عن الكتلة الأكبر في البرلمان، كثير من نواب الكتلة الأكبر تحدثوا عن إعادة المحاكمة وليس إعادة إجراءات التحقيق. هذا بتصوري أنه سوف يفرض قانون العفو العام من محتواه، بالتالي أعتقد بأنه المسار الذي ينبغي أن ينهجه الإطار التشريعي، وأتحدث هنا عن مجلس النواب وعن السلطة التشريعية، هو مسألة العدالة. لا ينبغي أن ننظر إلى آراء الكتل السياسية، ربما تشيطن آراء بعض الكتل السياسية التي تطالب بإعادة التحقيقات وغيرها، ولكن عند النظر إلى التقارير الدولية وعند النظر إلى المشاكل الحقيقية، مسألة إصلاح قطاع الأمن هذه مسألة مهمة جدا، ليست في العراق، في كثير من الدول التي تعاني مرحلة ما بعد الصراعات هي بحاجة إلى إصلاح قطاع الأمن، وهذا أيضا مدرج ضمن قرار مجلس الأمن 576. ومن هنا أقول بأنه طالما هنالك حاجة لإصلاح قطاع الأمن، أعتقد بأنه القانون لكي يكون ضامن للعدالة، أعتقد بأنه إجراءات التحقيق ينبغي أن تعاد، وينبغي أن يسير القانون بهذا الاتجاه. ولكن كما ذكرت بأن الرأي السياسي للكتلة الأكبر هو الذهاب باتجاه قانون شكلي مفرغ من المحتوى. نعم، يعني أيضا بعض النواب تحدثوا عن جوانب إيجابية في القانون عبر توسيعه بشمول فئات أخرى من شأنها توفير المصاريف التي تنفقها الدولة على السجناء، كيف تنظر لهذه المقترحات؟ بالتأكيد هو أي توسيع لا ينبغي أن يكون على حساب العدالة وعلى حساب الإجراءات القضائية وقانون العقوبات. أي من هذه الأفكار والفرضيات ينبغي أن تكون في مسار العدالة، ولكن إذا كان في مصلحة العدالة أن يتم توسيع هذه الفئات بكل تأكيد. يعني مسألة إدارة السجناء، الكثير من التقارير الرسمية وغير الرسمية تشير إلى يعني إشكاليات كبيرة في طبيعة إدارة السجناء، في طبيعة الأموال التي تصرف على السجون، وإدارة هذه السجون هي من الأساس فيها إشكاليات، وربما حتى توجد قضايا داخل هيئة النزاهة ينظر بها من قبل هيئة النزاهة بهذا الصدد، وبالتالي هذا ربما يكون منحى قضائي، منحى قانوني بعيد عن المنحى السياسي. هذا فيه مصلحة وفيه
ثقة بالعملية السياسية. نؤكد هنا على أنه قانون العفو إذا كان قانونا يعتمد العدالة سيكون من ضمن مخرجاته هو مسألة عودة الثقة بالعملية السياسية وبناء الشراكة الحقيقية وبناء عقد اجتماعي جديد. هذا ما تدعو إليه الحكومات، وأتذكر رئيس الجمهورية السابق الدكتور باقر صالح مرات عديدة أشار بشكل صريح وواضح بأن العراق بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد. بالتالي أتصور بأنه ذهب باتجاه قانون شامل ضمن نطاق العدالة وضمن نطاق الأبرياء وليس شمول مجرمين حقيقيين أو متهمون بالإرهاب بناء على أدلة جرمية. أتصور بأنه هؤلاء هم فئة يعني محكوم عليهم بأداء عقوبتهم المنصوص عليها في القانون. لكن نتحدث عن فئة الأبرياء، أعتقد بأنه كلما كان عدد المشمولين من الأبرياء بهذا القانون هو سيصب في مصلحة إعادة الثقة من قبل المواطنين المتضررين بالعملية السياسية. إذن من إربيل الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا. تشهد الموصل انتعاشا ملحوظا لحركة السياحة في الآونة الأخيرة، انتعاش شجع على الاستثمار في قطاع الفندقة والرحلات السياحية بالمدينة بانتظار حسم ملفات الفنادق الحكومية الكبيرة لإحالتها للإعمار. بعد عقود من العزلة تنتعش السياحة في الموصل، السياح يتقاطرون إليها أفرادا ومجموعات عبر رحلات منظمة بوسائل التواصل الاجتماعي. ميشيل قادما من إيطاليا ليحط رحاله في أحد الفنادق المفتتحة مؤخرا في المدينة ضمن جولة سياحية سيجريها برفقة أصدقائه، فوجئ بعد وصوله إلى المدينة التي كان يعرف عنها الدمار وغياب الأمن، إذ شاهد صورة مغايرة باستثناء أنه عانى في الحصول على فندق من فئة 5 نجوم. جئت من إيطاليا إلى العراق وتحديدا الموصل، فوجئت بالتطور الذي شهدته الموصل. الواقع يعكس صورة مغايرة عن الإعلام. المدينة تنبض بالحياة. نعم، هي تحتاج إلى مزيد من البنية التحتية. 85 فندقا كانت في الموصل قبل عام 2003، إلا أن غياب الأمن والحرب الأخيرة دمرتها جميعا، لكن الاستقرار الأمني وتزايد أعداد السائحين شجع رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الفنادق حتى وصل عددها إلى 15 فندقا. نطمح إلى الوصول إلى فنادق الدرجة الأولى ذات 4 أو 5 نجوم. الآن تم إعمار فندق آشور بصيغة القطاع المختلط. وتستقبل فنادق الموصل عشرات السائحين يوميا من داخل العراق وخارجه، وخصوصا السياح الأجانب، والأعداد في تزايد مستمر بحسب ما أشرته شركات السياحة المحلية. الحمد لله والشكر، بلشت عندنا حركة السياح السائحين الأجانب للعراق تتزايد بشكل ملحوظ. عندنا طلبات كبيرة. مدينة الموصل الآن من الوجهات السياحية المرغوبة جدا للسائح الأجنبي. وتسببت مشاكل قانونية مع مستثمرين بتعطيل إحالة أكبر فنادق المدينة نينو أوبراوي والموصل إلى الإعمار بعد طلب المستثمر مبلغ 35 مليون دولار تعويضا عما لحق به من أضرار شرطا لفسخ العقد. قاسم زيدي، يو تي في، الموصل. الإيمان بالقضاء والتسليم لمجريات الأقدار فضلا عن مواقف اجتماعية سابقة بين العرب والكرد دفعت عشائر أنبارية إلى التنازل عن حقها في دية أحد أبنائها توفي إثر حادث سير في السليمانية، فيما ثمنت العشيرة الكردية التنازل ووصفته بموقف الأصلاء. التفاصيل في تقرير نبيل عزامي. بعد وفاة شاب أنباري بحادث دس سيارة يقودها شاب كردي في السليمانية، تعاملت العشائر العربية مع قضاء الله وقدره بإيمان كبير، وألغت الدية المالية التي تفرضها الأعراف إكراما للكرد بعد أن قامت عائلة السائق
بنقل الضحية إلى أهله في الفلوجة. تم تكفين المرحوم الله يرحمه ونقله إلى مدينة الفلوجة، وحضروا مراسيم تشييع وحضروا مجلس عزاء، واليوم هم يحضرون الفصل العشائري. تم التنازل عن الدية العشائرية إكراما لعشائر سليمانية وأربيل. الموقف العربي قابله شكر من العشائر الكردية إذ وصفت التنازل بموقف الأصلاء. نحن جدا ممتنون على كل ما قدموه، وهذه هي أصول المسلمين وأصول أبناء العشائر الكرام. لقد تنازلوا بدون أي مقابل، لم يأخذوا الدية عن هذه الحادثة. نشكرهم على هذا العفو وجزاكم الله خير الجزاء. ينعكس هذا الموقف على مواقف اجتماعية سابقة بين العرب والكرد لاعتبارات تاريخية بينهما ليست بجديدة. تنازل بدون شيء خاطر الله تنزل. اي والله ممنون حيات ممنون اهل الانبار. اضافه الى اعفاء الدية من قبل عائله الضحيه، جرى التنازل عن الجاني والغاء توقيفه في الحبس في مشهد انساني لا ينسي الفضل بين الطرفين ويذكر بالمواقف الطيبه، وان اختلفت اللغه والمكان فالجامع اكبر. نبيل عزامي، يو تي في، الانبار. نتعرف الآن على أحوال الطقس في العراق ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى ليوم غد. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.